في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة أزمة كوفيد-19 قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بعمل سلات غذائية بقيمة 50,000 دينار كويتي وأكثر لتوزيعها على المحاجر والأسر المتضررة جراء كوفيد-19. نعم، الخطوة الإنسانية جاءت من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية بالاصطفاف حول الوطن وخلف كل الجهود المبذولة من كافة الجمعيات الخيرية في سبيل تجاوز هذا الظرف الصعب الذي هدد العالم أجمع. ها هي سعادة جديدة تقدمها جمعية الإصلاح الاجتماعية، فقد وزعت أكثر من 30,000 سلة غذائية على المحاجر والأسر المتضررة جراء الوباء. نحن موجودين في منطقة حولي بعد قرار الحظر المناطقي واللي شملها منطقة حولي، فإحنا موجودين الآن في هذه المنطقة لتوزيع مجموعة من السلال الغذائية. تقريبا إحنا القيمة مضاعفة، يمكن احتمال توصل بحدود 50,000 دينار كويتي في هذه المرحلة. وفي رحلتنا كل يوم مع الجمعيات الخيرية نقابل وجوها كثيرة، أولها رجال الداخلية الذين بالفعل يبذلون مجهودا جبارا في توزيع المواد الغذائية على المحاجر. كل شيء قاعد يوصل للإخوان للمواطنين المقيمين لي عندهم، ما يحتاج حتى إذا المنطقة معزولة قاعد نوفر لهم سلات غذائية والغاز وأي شيء يحتاجونه راح واصل لهم. زاوية هناك لا نراها تبصرها الجمعيات الخيرية، تبصر أناسا ربما تكون متطلبات الحياة الرئيسية مشكلة كبيرة لهم. تحية خاصة موجهة لسمو أمير البلاد حفظه الله على الرعاية وعلى جميع المواد الغذائية والخدمات المقدمة اللي احنا مو حاسين حتى سبحانه وتعالى بالعزل بعيدين عن عيالنا. ما حمل شكر لدولة الكويت وعلى المساعدة اللي ساعدونا اياها، والله يكثر خيرهم يا رب. يشكر كثر خيرهم قوي على اللي عنينا والله. في النهاية تكون الجمعيات الخيرية باب أمل للكثيرين الذين أقعدتهم الأزمة عن طلب الرزق. مروان حرام، تلفزيون دولة الكويت.